السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس انتهت بشكل شبه رسمي والساعات نتحدث بداية أبو عبيدة عن القرعة التي أوقعت بايرن ميونخ مع برشلونة في مجموعة واحد. ينضم إلينا بهذه الأثناء مباشرة من ميلانو مراسل قنوات بين سبورت حسين ياسين. أرحب بك معنا حسين. الخبر اليوم بالمجمل كان قرعة دوري الأبطال، لكن الساعات القليلة الماضية حملت الخبر الذي على ما يبدو غطى على نتائج قرعة دوري الأبطال، وهو خبر رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس ومصير كريستيانو كذلك إلى أين سيتجه. قربنا بشكل أكبر من هذا الموضوع. تماما أريج، مساء الخير. في الواقع منذ الأمس والأنظار كلها كانت متجهة على تورينو بعد وصول مندج وكيل أعمال كريستيانو رونالدو. التقى بكريستيانو ثم اليوم اللقاء الحاسم مع إدارة يوفنتوس. إدارة يوفنتوس لا تبدو سعيدة على الإطلاق بكيفية سير الأمور، تشعر وكأنها أجبرت على الذي حصل. هي تنتظر غدا العرض الرسمي المتوقع من مانشستر سيتي، لكن لليوم كريستيانو رونالدو بحسب المعلومات الواردة من تورينو أفرغ الخزانة الخاصة به في الكونتيناسا، غادر مركز التدريبات، ويبدو أيضا أنه أبلغ اللاعبين وأبلغ الجميع هناك بأنه لن يلعب مجددا مع يوفنتوس. حتى أنه في التدريبات التي سبقت ما حصل بالأمس مساء، أي في تدريبات الأمس التي خرج منها بالمناسبة أيضا بعد شعوره بإصابة طفيفة، الاتجاه كان بحسب الأخبار أن أليجري سيشرك رونالدو أساسيا في مواجهة إمبولي. أبلغ الجميع كريستيانو أنه لن يلعب مجددا مع يوفنتوس، منتظر العرض أن يأتي من مانشستر سيتي. هذه هي الأخبار، لأن يوفنتوس لا يمكنه أن يترك كريستيانو رونالدو يرحل مجانا. بالنسبة له عليه أن يحصل على الأقل على 28 مليون يورو لكي لا يسجل خسائر في صفقة كريستيانو. هل سينجح بالحصول على هذا المبلغ أم سيكون مبلغ أقل، أم كيف ستكون الأمور على مستوى عرض مانشستر سيتي؟ علينا أن ننتظر ذلك، لكن الخبر الآن أن قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس انتهت بشكل شبه رسمي، والساعات المقبلة ستجعل هذا الأمر رسميا. بانتظار كل جديد فيما يتعلق بكريستيانو رونالدو، نعود للحديث عن نتيجة قرعة دوري الأبطال. كيف ينظر في إيطاليا إلى نتائج القرعة فيما يخص الأندية الإيطالية؟ بالنسبة للأندية الإيطالية كان متوقع أن تكون مجموعة ميلان هو الخبر، لأن عودة ميلان إلى دوري الأبطال هو أمر مميز جدا. هو الفريق الذي رفع اسم إيطاليا تاريخيا في هذه المسابقة بألقاب السبعة، كان متوقع أن يقع في مجموعة صعبة. هذا الذي حصل، ميلان سيلعب من دون ضغوط، ليس مرشحا لكي يتأهل في هذه المجموعة، لكن في نفس الوقت هناك إيمان بإمكانية أن ينجح ميلان بتحقيق شيء يشبه مثلا ما حققه المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا دون الذهاب بعيدا من أجل الفوز. بالنسبة ليوفنتوس قبل خبر كريستيانو، ننتظر الآن من سيعود كريستيانو. مجموعة يوفنتوس في المتناول، طبعا تشيلسي قوي جدا، لكن بعد ذلك الأمور لا يجب أن تكون صعبة على يوفنتوس. بالنسبة لإنتر أيضا تتكرر مجموعة الموسم الماضي، هذه المرة مع مدربين إيطاليين، دي تزيربي في شختر، أنشيلوتي في ريال مدريد، وأيضا هذه المجموعة إنتر يمكنه أن يمر من خلالها. ويبقى أتلانتا الذي وقع في مجموعة بحسب مراقبين هنا أيضا في المتناول، لكنها ليست سهلة لأن فياريال ليس سهلا ومانشستر يونايتد غني عن التعريف طبعا. شكرا جزيلا لك حسين ياسين مراسل قنوات بين سبورتس، كنت معنا مباشرة من ميلانو. نرحب الآن بمراسل قنوات بين سبورتس من دوسلدورف أبو عبيدة اليندوزي للحديث عن حظوظ الفرق الألمانية في هذه القرعة. ونتحدث بداية أبو عبيدة عن القرعة التي أوقعت بايرن ميونخ مع برشلونة في مجموعة واحدة، في عادة لآخر مباراة جمعت بينهما، والفوز التاريخي كان ذلك لبايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين للبرسا. لكن اليوم برشلونة من دون ميسي ربما سيفتقد أحد أهم الأعمدة التي كان يعتمد عليها في السنوات الماضية.
مساء الخير اسلام. مساء الخير. بالنسبه للبايرن طبعا القرعه كان البايرن يعني بجميع ردود الفعل من الاداره مرتاحين جدا لهذه القرعه. برشلونه طبعا يعد لا يزال يعد خصما قويا رغم غياب ميسي، لكن مع غياب ميسي تختلف الحال بالنسبه لفسي برشلونه، وتختلف ايضا الموقف منه من خصومه. هذا ما عبر عنه ايضا مدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حمديتش، قال بانه لم يكن ليظن احد فينا ان ميسي سيغادر برشلونه واليوم سنواجه برشلونه لكن في غياب ميسي، وقال نحن نريد ان نتزعم هذه المجموعه، وهذا يدل دليل واضح على ان ليس هناك خوف من إفسي برشلونه كما لو كان سيكون لو كان ميسي لا يزال يلعب مع إفسي برشلونه. بالنسبه للبايرن، البايرن يرى ان مهمته ليست بالصعبه، وجود برشلونه كمنافس ربما الوحيد، باقي المجموعه هي عباره عن بنفيكا الذي لم يستطع ان يحقق شيئا على مدى عقد في مواجهته مع البايرن في دوري الأبطال. كييف ربما هذه المواجهة الأولى منذ على الأقل لا أتذكر أنه في العقد الأخير واجه البايرن. بالنسبة للممثلين الآخرين للكرة الألمانية الذين سيلعبون في دور المجموعات، لايبزيغ ربما كان الأسوأ حظا في المجموعة الخطيرة التي جاء فيها ومع ضد البي إس جي الذي أثبت حتى في غياب ميسي في الموسمين الماضيين أنه عيار ثقيل وأنه رقم صعب بالنسبة لايبزيغ، واليوم يواجه لايبزيغ بي إس جي مع ليونيل ميسي. وكذلك في المجموعة أيضا مانشستر سيتي الخصم القوي بالنسبة للايبزيغ، وربما سيكون أيضا مانشستر سيتي معززا ربما برونالدو لتكون المهمة أصعب بالنسبة للايبزيغ. لايبزيغ هو الحلقة ربما الممثل الذي يواجه المهمة الأصعب في دوري المجموعات عدا لايبزيغ. هناك دورتموند أيضا عبر عن ارتياحه على لسان المدير التنفيذي أو رئيس التنفيذي للنادي، قال بأن المجموعة تعد متزنة على حد تعبيره، ولدينا فرصة قوية للتأهل لثمن النهائي. فولسبورغ طبعا الحلقة الأضعف في الرباعي الذي يمثل ألمانيا في دوري المجموعات في مجموعة قوية ربما يكون من ليس الأوفر حظا لتجاوز خصومه. نعم، كل الشكر لك عبد المعيد اليندوزي، كنت معنا من دوسلدورف. الفارق بين إدارة ريال مدريد وبرشلونة، يملك ريال مدريد المال الكافي لشراء عقد مبابي نظير 160 مليون يورو على الأقل هذا الصيف، في الوقت الذي يعيش فيه برشلونة أزمة مالية طاحنة. جمهور برشلونة يرى أن ريال مدريد مع بيريز ظل يوفر الأموال لإنفاقها بالشكل المطلوب في الوقت الذي كانت فيه إدارة البارسا مع جوسيب ماريا بارتيميو تنفق الملايين على لاعبين لم يفيدوا النادي على غرار كوتينيو وديمبلي وغريزمان مع رواتب باهظة قصمت ظهر النادي.